استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. مش قادرة، يعني مش قادرة اتكلم. الفقرة دي فقرة تحطيم الأصعاب، فقرة تحطيم الأعصاب ولوقان اللسان. أنا يا جماعة يعني الصينية دي صينية، طب اتفرجوا انتوا يعني، واللي يقدر يتكلم بعد المنظر اللي أنا شايفاه ده، حضراتكم المحمر والمشمر يعني فاهمة، والمحاشي وال إيه يا دعاء؟ ليه يا دعاء اللي بتعمليه ده؟ معايا الفلاحة، الشيف دعاء صلاح صاحبة مشروع الفلاحة، وانا مش هتكلم يعني حضراتكم المنظر قدامكم وانتوا حكموا وشوفوا البشاعة اللي انا حاسة بيها. دعاء كلميني عن نفسك. حبيبتي انتي اللي حبيبتي، يعني انتي اللي حبيبتي وامرايا، واسم الله عليكي. سؤال، هل انتي اللي عاملة الكلام ده كله؟ اللهم صل على النبي عليكي. طب ايه بقى، طب ايه بقى، احكي لي، كلميني عن المشاعر اللي انا شايفاها دي. بصي، اول حاجه انا مبسوطه قوي 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 ان انا معاكي النهارده بجد. انا مبسوطه وفرحانه جدا معاكي جدا، ومع البط ومع الحمام ومع كل الحاجات دي. فرحانه قوي ان انا معاكي. اول ما قالوا لي بنت البلد فرحت جدا، واول ما قالوا لي نشوى مصطفى طبعا لان انا بعشقك وبموت فيكي يا روحي، ففرحت قوي قوي، فقلت بقى اجيب لك معايا المحمر والمشمر واجيب لك صينيه الملوك اللي عندي الفلاحه وبس. اتكلمي عن صينيه الملوك. انا قالوا لي في حاجه اسمها صينيه الملوك، ده اختراع دعاء بس هي اللي بتعمله في الحياه. انا اللي اخترعته. فقولي لي الملوك ايه بقى، ليه صينيه الملوك؟ صينيه الملوك عباره عن تيست لكل حاجه موجوده في المطعم. احلامك بتتحقق في صينيه الملوك. حمام، بط، فراخ، جميع انواع المحاشي، ممبار، كبده مشويه، كباب، كفته، طرب، كل حاجه كل حاجه. طب في محشي ورق عنب؟ محشي ورق عنب. بتهزري؟ طبعا والله العظيم. طبعا مش شايفاه. محشي ورق عنب. اوبا، ده مستخبي هناك. يا ريتني اقدر اكل محشي ورق عنب. مش مشكله. تمام. طيب في محشي فلفل مثلا؟ محشي فلفل طبعا موجود اهو. لا طبعا كل حاجه عندي ما شاء الله، كل حاجه عندي. قولي لي الفكره جات لك ازاي، ان انت بتحبي المطبخ؟ قوي. دلوقتي بس بحبه. ايوه، وانت بيت ابوكي يا حبيبتي كنت هانم، ما كنتش بعرف اعمل حاجه خالص. لا النتيجه دي في بيت باباكي ما كنتيش بتعملي حاجه؟ ما كنتش بعرف اطبخ لحد ما اتجوزت وتقريبا وخلفت، ما كنتش بعرف اطبخ. يعني على جوزك اتعلمتي فيه. طيب انت كنت قبل المشروع بتاع الفلاحه كنت بتعملي شغلك على السوشيال ميديا؟ كنت بشتغل ديليفري من البيت. حلو ده. 15 سنه. بصي دعاء، انا بفرح ليه بالستات بنات البلد الجدعات، اللي هي الست ما تقعدش بروطه، الست فكره الشغل، فكره العمل، فكره انك تساعدي نفسك وتساعدي بيتك وتساعدي جوزك من خلال حاجه انت حابه تعمليها. طب الفكره اول مره جات لك ازاي؟ قلتي ايه؟ طب ما انا اعمل وجبات جاهزه في البيت وابيعها. اقول لك على سر؟ قولي لي. انا ايام الجامعه كنت بعمل زيك، كنت بعمل وجبات جاهزه، بس انا كنت بنزل ابيعها في اماكن. بس على ايامين احنا زمان ما كانش لسه في سوشيال ميديا اتعملت، فانا كنت زيك كده فرحانه بيكي جدا جدا. انا اشتغلت فتره طويله جدا جدا، اول بداياتي بالفطير المشلتت. والجلد. انا ممكن ادوق؟ طبعا. يعني يا جماعه اجيب لك طبق؟ لا لا حضرتك. طيب ماشي تمام. طبق ايه؟ بالايد يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. السمنه البلدي. والجبنه القديمه بقى. يا رب. الجبنه القديمه حاجه كده من الاخر. مش قادره اتحمس يا دعاء، مش عارفه اتفرج. كلميني اول مره قررتي. البدايات كانت بالحاجات دي. هي ممكن نمسي على حضرتك يعني. ممكن نقول مساء الفل. طب برضو ونعرف الناس، العسول ده والعسوله دي متجوزين بعضيهم. والله العظيم بفرح جدا يعني، لان الفقره اللي قبليكم كانت برضو زوج وزوجه اسم الله عليهم متجوزين وعاملين مشروع سوا، وفرحانه بيكم قوي، ربنا يحميكم ان انتوا الاثنين متجوزين وبتساعدوا بعض. بس مين اللي بيطبخ بامانه؟ دعاء. انت اسمك ايه؟ احمد. احمد قول الحقيقه. والله هي اللي بتطبخ عاده الرجاله يعني الشيفات. هو بياكل، انا بطبخ وهو بياكل. ايه بقى؟ خد بالي من الشغل بطريقه ثانيه. انت تسويق مثلا؟ تسويق، الحسابات، الشؤون يعني الاداره. انت الموضوع ده انا، لكن
صاحبة الفكرة وهي اللي بتقول عليه برضه بتمشيه في الآخر. طبعا ستات لا بس بصي بيطلعني قوية. بس بص أنا بإحساسي كست في تحس إن إيه في مشاعر بتطرطش كده يعني في محبة حاصلة. قولي لي طيب يا دعاء يعني برضه مش عايز تقولي لي أول مرة قررتي تعملي أكلة كانت إيه؟ وأول مرة قررتي يلا هشتغل على السوشيال ميديا. أول حاجة عملتها في حياتي كانت صينية بطاطس بالفراخ، ولما عملتها ده كان بالنسبة لي إيه يعني مسكت ميكروفون وقلت للناس كلها إن أنا عملت صينية بطاطس بالفراخ في الفرن. ومين أول واحد كلها؟ اصحابي هم اللي انا بابايا ومامتي متوفيين، فاصحابي بصراحه هم اللي بيشجعوني جامد جدا جدا، وقفوا جنبي كتير قوي وساعدوني اصحابي. والله العظيم ليا اصحاب بقالهم 20 سنه اصحابي. فكره الصداقه دي لما تلاقي حد صديق طيب تمسكي فيه بايديك وسنين. لا معايا مجموعه بصراحه الحمد لله رب العالمين، حتى لو انا غبت شويه عشان شغلي بقى الارهاق، وطبعا عندي 4 اولاد على فكره. الله اللهم صل على النبي. عندي 4 اولاد وطبعا احمد انا ممكن احييك تاني والله العظيم. عارف ليه؟ لان دعاء اولا الست تعرف هي سعيده في حياتها ولا لا من ابتسامتها، يعني اسم الله عليها مبتسمه، ولما عرفت ان في 4 اولاد يعني ده مجهود مرعب ان عندها 4 اولاد، واسم الله عليها ما شاء الله لا قوه الا بالله ناجحه كمان في شغلها، فده معناه ان جوزها راجل عظيم وراجل سند. لا وهي بنت ملك. يا حبايبي يا حبايبي. صينيه البطاطس بالفراخ. بالفراخ. طب اول حاجه اتباعت في الحياه؟ اول حاجه عملتها في الاكل كانت هاله بنتي عندها في اولى اعدادي، وقعدت انا وهي بس انا وهي قعدنا عملنا حله محشي قد كده و10 فرخات، وقعدت ابيع 10 كيلو، بعت 10 كيلو محشي، كيلو محشي معاه فرخه، كيلو محشي معاه فرخه، هو قعدنا طول الليل نعملهم والصبح بعناهم، هو ده اول حاجه عملناها، وبعدين نمنا يومين. 10 كيلو وهي كمان كانت صغيره بصراحه وتعبت. عارفه فرحانه بيكي ليه كمان؟ علشان مخليه بنتك تتعلم من وهي صغيره. أيوة. ان العمل عباده وانها تبقى ست بنت شاطره تتحمل المسؤوليه. قوليلي بعد ما عملتي الانتاج بتاعك اللي هو المحشي والفراخ، ودي كانت اول طلعه يعني، وربنا اكرمك ورضاكي وكسبتي منهم، دي كانت نقطه البدايه في التشجيع ان انت تعملي الفلاحه؟ ايوه هي دي اللي بدا يعني دي اللي خلتني بقى ايه ابتدي بقى اعمل ابيع اكل مستوي. انا كنت بس ببيع ايه فطير جبنه زبده، كنت ببيع الزبده والفطير والجبنه الحاجات الفلاحين بتاعتنا. بس كنت بروح بوزعها، بطلع بقى بروح المناطق الحكوميه الشركات او كده بيعمل الموظفين السنترال السياحي المحكمه الحاجات التامينات الحاجات دي، كنت باخد عربيه نص نقل واروح. اسم الله عليكي اسم الله عليكي. بس كانوا الناس بقى كلهم عارفيني وكانوا ينزلوا بقى يشيلوا كل حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. وانا مثلا كموظفه لو الحاجه مش عجباني مش هشتري، لكن انا ممكن اجيب لك زباين تانية اقول لهم دعاء اسم الله على شغلها حلو. لا 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 كانوا انا عندي زباين بقالهم 20 سنه يعرفوني كويس جدا جدا وبيكلموني لحد يعني بقوا اصحابي، هم كانوا زبايني وبقوا اصحابي، انا بصاحب الناس قوي. اسم الله يا حبيبتي باين عليكي عشريه. طيب انا دلوقتي عايزه عندي عزومه وعايزه اعمل اكله، اتصل بدعاء اسهل حاجه. طب ايوه استنيني ما هو لو انا ما تعمليش حاجه خالص ما مش هعمل اساسا. طب لو انا مثلا في طنطا هتقدري تبعتي لي ولا انت في اماكن معينه؟ بعيد. لا انا اصلا كنت في الغردقه بس يعني انا عايشه في الغردقه. الفرع بتاع القاهره احنا لسه فاتحينه بقاله شهر بس. اسم الله شهر شفت ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين يا ربي يكتب لكم الخير ويبقى بدل الفرع 20 فرع. اللهم امين. شغال كام شاب يعني انتم فتحتوا باب رزق لكام شاب في الفرع ده؟ هنا تقريبا حوالي 25. اللهم صل على النبي عليكم. في الغردقه بقى بسم الله ما شاء الله المطعم كبير جدا، في ناس كتير قوي شغاله يعني شيفات متجوزين ومعاهم ولاد ويعني طيب انت في الفروع دي اشرافك بيبقى يعني هتسيبي الشيف يشتغل ولا انت لازم تدوقي لا 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 انا كل مشكلتي اصلا مع الشيفات ان انا غلسه وحشريه، بتحشر في الاكل وهم عايزين يشتغلوا بدماغهم وانا بشتغل. انا الناس انا اكل بيتي اكل بيتي. طيب ادينا اهو ست قمر جدعه في الجدعات وعملت مشروع وربنا اكرمها فيه وفتح لها ابواب كتير خير، وهي كمان فتحت ابواب رزق الناس تانيين. مشروع الفلاحه واكل الفلاحه اللي انا هاكله بعد يعني مش انا لوحدي الحقيقه، انا واخواتي الغيلان اللي ورا الكاميرا هننغمس في صينيه الملوك. كنت فرحانه جدا بوجودك، بشكرك جدا يا دعاء، ويا رب ان شاء الله نتقابل معاكي وانت بتفتحي الفرع ال 26
في كل محافظه تفتحي فرع. حبيبتي وانا كنت مبسوطه جدا جدا معاكي ومبسوطه قوي ان انا معاكم هنا، وربنا يوفقكم ان شاء الله. اللهم امين يا حبيبتي يوفقك. للاسف الوقت خلص، كان نفسي نبقى مع بعض اكتر من كده يعني، بس ان شاء الله بكره، بكره ان شاء الله الساعه 4 كلنا هنلم بعضينا ونتقابل هنا في قناه المحور وبنت البلد. السلام عليكم.